محبين قناة سميرة تي في، أهلا وسهلا بكم. طبعا عرفتوني شكون أنا، بلا ما نقدم روحي. بون نقول لكم أنا سيدة بن بريم صاحبة مدرسة، والحمد لله الآن رانا نجوزو في قناة سميرة تي في. بهذه المناسبة أشكر السيدة سميرة يعني اللي فتحت هذه القناة وعطات لنا الفرصة باش الناس يتعرفوا علينا. زيد نقول لكم أنا كانت حصة الأولى اللي هي شكون هو الشاف، كانت جات فيها نجوى بنتي، وبلا ظن هذه الحصة كاع شفتوها يعني وما خيبتوهاش. كانت حصة ثانية عطاتنا ثاني السيدة سميرة البنات سميحة مع نجوى، كانوا يجوزوا فيها يعني في الحلويات، وزادت أنكور عطاتنا فرصة واحدة أخرى لأن ما كنت مع البنات ونجحت معاهم لخبايا بن بريم. ومن بعدك الحصة هذيك دائما تقل واحد 3 ولا 4 سنين، أنا قلت كلمت مع السيدة ما قلت لها وعلاش خبايا بن بريم، قالت لي لأن المشاهدين يقولوا بن بريم ما يمدوش يعني لي فغي غوسيت. معليش زاد انكور بدلنا يعني كما يقولوا الكوزينه تاعنا بحله جديده، وبدلت الاسم ولات بن بريم فاميلي. وطبعا دائما الحصه ندوز فيها انا والبنات، نظن عرفتونا. وعبر هاد يعني الحصه حاولنا باش عطيناكم عده كيفيات، ما بينهم في الحلويات، في الطبخ، في الخبز، يعني نظن رانا دخلنا كاع لبيوتكم ولابد راكم استقبلتونا. ونشكر بهذه المناسبه بزاف يعني الناس يراسلونا يقولنا فضلتكم انتوما تعلمنا بزاف الكيفيات. بهذه الكيفيات كانوا يعني صبحوا هما في ديارهم كما يقولوا، يعني ربة البيت تعلمت بزاف كيفيات ولات تعمل في دارها. وكاين بعض يعني المشاهدين بهذه الكيفيات يعني ولاو هما يقريو بهم، وكاين بعض اخرين اللي حلوا حتى المحل تاعهم يعني ويخدموا بهذه الكيفيات تاعنا ويشكرونا كثير. وانا نشكرهم كثير. بهذه المناسبه ثاني حبيت نشكر كل الشيفان اللي يجوزوا في قناه سامين تمنوا النجاح، وخاصه بهذه المناسبه نشكر السيده سميره اللي بهذه القناة يعني الحمد لله الوقت معروفة وكمدتنا الفرصة باش نقدر نقول حتى العالم العربي راه يتبع يعني هذه القناة تاع سميرة تي في وتعرفوا علينا وتعرفنا عليهم. أنا واش نتمنى، نتمنى إن شاء الله المزيد من النجاح، وإن شاء الله الناجح لناجح حتى تلحق العالمية ولماذا؟ قلها عام سعيد، وإن شاء الله كل عام وأنت واقفة يا سيدة سميرة، وإن شاء الله ناجح على الناجح.